مرحبا بصغار صبورانات. اليوم باش نقراو درس جديد اللي هو الخطوط المائلة. الخطوط المائلة، قبل احنا شفنا الخطوط العمودية والخطوط الأفقية. الخطوط العمودية كيف هكا، والخطوط الأفقية كيف من هكا، هذه عمودي وهذا أفقي. توا اليوم باش نشوفوا الخط المائل اللي هو له افق، له عمودي وله افقي، باش يكون مائل كيما هكا، مائل كيما هكاك. احنا اليوم باش نقراو درس الخطوط المائله، باش نشوفوا التمرين الاول شنو باش يقول لنا. التمرين يقول وضحوا الخطوط المائله. شنو معناتها؟ معناتها عنا لهنا خطوط مائله لكن بخطوط متقطعة. احنا باش نوضحوها، كيفاش باش نوضحوها يا اطفال؟ يلزمنا نعاودوا فوقها بقلم. اختاروا القلم وباش نعاود فوق الخطوط المائلة هذه، وكل عادة ما نخرجوش عن الخط. باش نتبع هكا، هذا خط مائل، ولي باش يجيب جنبه خط مائل ايضا، وعنا خط مائل اخر. باش نتبعوا احنا النقاط هذه تاع الخطوط المتقطعه، وعنا خط مائل اخر وخط اخر. ما تنساوش ما نخرجوش عن الخط كما هكا، ونعاودوا خط مائل اخر. وهكا أنا أكملت التمرين الأول. توا باش نمشيو للرسمة الثانية، باش نشوفو عنا لهنا هذا الشباك الأول وهذا الشباك الثاني. في وسط الشباك ماذا يوجد؟ يوجد خط عمودي مسترسل هكذا. هل أقوم برسم الخط العمودي؟ لا، لأن السؤال يقول وضح الخطوط المائلة فقط. المائلة، هل يوجد بوسط الشباك خطوط مائلة؟ نعم، أحسنتم، هذا الخط المائل الأول وهذا الخط المائل الثاني. فلننتقل إلى الشباك الثاني. هل يوجد به خطوط مائلة؟ نعم، مثل الشباك الأول. سنبدأ في بادئ الأمر بالخط المائل الأول، أحسنتم، وننتقل إلى الخط المائل الثاني، أحسنتم. لقد أنجزنا الخطوط المائلة باللون الأزرق في الأول، ثم انتقلنا إلى الخطوط المائلة باللون الأحمر، أحسنتم يا أطفال. الآن سننتقل إلى التمرين الموالي، وهو تقريبا نفس السؤال، يقول وضحوا الخطوط المائلة. نركز المائلة، ثم ألون بما يناسب. أول حاجة احنا باش نعملوها، عنا لهنا خطوط متقطعة وهي اسمها الخطوط المائلة. احنا قاعدين نشوفوا، ماناش باش قاعدين نشوفوا فيها هكا، معناتها عمودي، وماناش قاعدين نشوفوا فيها هكا اللي هي أفقي، هي وإنما تكون بهذا الشكل، لا هي هكا ولا هي هكا، وإنما مائلة. أحسنتم، احنا توا باش نتبعوا الخطوط المائلة هذيك ونرسموها ونتبعوا بالقلم اللي انتم تختاروه. انا باش نختار القلم الاسود ونحاول نتبع النقاط اللي باش نتحصل على الخطوط المائلة. هذا الخط الثاني وهذا الخط الثالث، احسنتم، عليكم الإسراع قليلا يا أطفال، أحسنتم. ما ننسيوش ما نخرجوش عن الخط،
يلزمنا ديما نتبع الخطوط المتقطعة باش نتحصلوا على الخطوط المائلة. هكاك صحيتو كيما انا قاعدة نعمل توا، انتوما باش تعملوا؟ شنو مازال كملت انا المنزل ولا مازال؟ احسنتم، لا يزال خطان مائلان، هذا الاول وهذا الثاني، فلأكمل هذا الخط. لقد اكملت سطح المنزل. هل اكملتم انتم ايضا؟ احسنتم. ساكمل الهوائي لأستطيع مشاهدة الصور المتحركة. أكمل هوائي التلفاز. أحسنتم يا أطفال، أنا أكمل الهوائي وأنتم أكملوا أيضا الهوائي. هذه تسمى خطوط مائلة. أحسنتم يا أطفال، الآن سننتقل إلى التلوين. أنا يا أطفال أكملت تلوين الصورة، هل أكملتم أنتم أيضا؟ انظروا ما أجملها، انظروا إلى سطح المنزل كم هو مليء بالألوان، الشباك الأصفر والباب الأصفر. أحسنتم التلوين، فلننتقل إلى التمرين الموالي. يقول التمرين الموالي: أوضح الخطوط المائلة. ماذا أرى أمامي؟ الأزهار. أحسنتم، وما هذه يا ترى؟ نعم إنها خيمة، ولتعرفون خيمة ماذا؟ هذه الخيمة يستعملوها الهنود الحمر باش يسكنوا فيها. احنا اليوم لكن الخيمة هذه ناقصة الخط المائل والخط المائل، لخاطرهم توا ما ينجموش يسكنوا فيها. احنا باش نكملوا الخطوط المائلة باش هما ينجموا يسكنوا في الخيمات هذوما. والازهار مساكن، ساقها ليست مكتملة. احنا توا باش نكملوا سيقان الازهار والخيمات الثلاث. فلنبدا سيقان الازهار باش نعملوها بان لون نجم نكملوها. نعم باللون الاخضر. هكا هذوما الخطوط المتقطعه. وماذا يسمى هذا الخط الذي اتبعه انا الان؟ ماذا يا ترى؟ هيا يا أطفال. نعم إنه الخط المائل. أحسنتم، انظروا كيف أصبحت جميلة الوردة. فلنكمل الوردة الأخيرة. أتبعوا الخطوط المتقطعة. أحسنتم، أصبحت لدي ثلاث زهرات جميلات. أحسنتم يا أطفال، فلننتقل الآن إلى الخيمات الثلاث. الخطوط المتقطعة باللون الأحمر، لذلك أنا سأختار اللون الأحمر ليستطيع السكان العيش بها. هذا خط مائل أول، وهذا خط مائل ثاني. شوفوا محلاها الخيمة بعد ما كملت. توا باش ننتقلوا للخيمة الثانية. خط مائل أول وخط مائل ثاني. أحسنتم، نحبكم تتبعوا الدرس هذايا بالباهي والدروس اللي قبلها، وحتى إذا كان ملقيتوش نفس التصاور هذوما ديما تبعوا النصائح متاعي وما نخرجوش عن الخط. نكملوا الخيمة الثالثة. هذا الخط المائل الأول وهذا الخط المائل الثاني. أحسنتم يا أطفال، لقد أتممنا هذا التمرين بكل نجاح. سننتقل الآن إلى التمرين الموالي. هذا التمرين الموالي ماذا يقول؟ السؤال الأول: أكمل التخطيط.
نعيد أكمل أو أكمل التخطيط. لهنا أعطاك السهم هكا يمشي ومن بعد يطلع الفوق ومن بعد نهبطوا ونكملوا. معناتها احنا باش نعملوا هكا، نطلع الفوق ونعاود نهبط على بلاستي ونعاود نمشي، نعاود نطلع ونعاود نهبط. صحيتو، احنا توا باش نكملوا التخطيط كما قالنا في السؤال، وباش نتبعوا اتجاهات الاسهم باش نمشيوا القدام وباش نطلعوا الفوق. ما نهزوش القلم من الورقه، نرجع على بلاصتنا كيف هكا ونعاود نهبط ونكمل. هذه تسمى خطوط مائله. عنا لهنا الخط الافقي بطبيعه الحال احنا نعرفوه، والخط الاخر هو خط مائل. نكمل ونتبع الخط المائل متاعي، نرجع عليه ونعاود نكمل، نطلع لفوق في الخط المائل ونعاود نرجع للخط المائل، نكمل بخط افقي ونعاود نرجع للخط المائل. هكذا اكملت التمرين الاول. اكيد انتم زاد راكم كملتوا. توا باش ننتقلوا للتمرين الثاني اللي هو شنو يقول لنا. اكملوا رسم الشمسيات وألونها. أكمل رسم الشمسية وألونها. أين هي يا ترى الشمسية؟ نعم إنها هنا. الشمسية هذه فاش نجمو نستعملوها؟ كي نمشيو للبحر نحطوها كحماية من الشمس. صحيتو، احنا توا باش نتبعو الخطوط المائلة باش نكملوا الشمسية متاعنا ونهزوها للبحر ونمشيو. نبدأ بالخط الأول، هو خط طويل لكنه مائل. الخط الثاني والخط الثالث والخط الرابع، ولم يتبقى لدينا سوى الخط الخامس والأخير وهو الخط الطويل. هكذا أكملت الخطوط المائلة الأولية. لا يوجد لدينا خطوط متقطعة أخرى، أين هي؟ نعم إنها هنا، خطوط مائلة صغيرة. سأقوم باتباع الخطوط المائلة هذه ولا أخرج عن الخط مثل ما أفعل أنا. خط مائل، خط مائل، خط مائل، خط مائل. أحسنتم يا أطفال، أنتم تقومون بعمل ممتاز، تتبعون القواعد بحذافيرها. خط مائل، خط مائل، خط مائل. لقد أكملت التمرين بنجاح. الآن ماذا تبقى من السؤال؟ ماذا يقول هو أصلا؟ يقول أكمل رسم الشمسية وقد أكملناها وألونها، ماذا تبقى لدينا؟ التلوين. أحسنتم يا أطفال، أنا سأريكم صورتي الملونة. أنتم أيضا أريد أن أرى جميع رسومكم. انظروا يا أطفال كم هي جميلة شمسيتي. أتمنى أن تكون شمسيتكم أيضا جميلة وكثيرة الألوان وزاهية الألوان ومبهجة. أنا أحب الألوان الزاهية لذلك ألون بالألوان الزاهية. أتمنى أن تكون رسمتكم جميلة أيضا. لقد أكملنا درس اليوم وهو الخطوط المائلة، وأنجزنا العديد من التمارين وقد قمتم بإنجازها بامتياز. أحسنتم يا أطفال، إلى اللقاء في الدرس الموالي.